السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم خبز الايطالي الفوكاشيا. بالنسبه للعجين، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره الجافه ديال الخبز، كاس ديال زيت العود يعني 100 غرام ديال زيت العود، معلقه كبيره ديال الملح، عندنا إطرة الماء. انا غنعجن على حسب الخليط واش كيشرب ولا ما كيشربش. انا عندي إطرة الماء دافي، غنبدا نخلط بيه ونقول لكم شحال في الاخر، نقول لكم شحال دخلت ليا ديال الماء. كيف شفتوا ها هي كنبقاو ندلكو فيها. صافي القياس ديال الماء راه درتو تقريبا، هزات ليا إطرة لاروب، غنبقى ندلك فيها تكون مرخوفة. اللي عنده العجانة يديرها في العجانة، أنا قلت نعجنها غير في القصرية. ها هو العجين بعد ما دلكناه، ها هو كيكون مرخوف. دابا كنديرو ليها شوية زيت العود من الفوق وكنخليوها تخمر ونغطيوها إن شاء الله. العجينة خمرات، دابا غندير هكا، غنخرج منها الهواء بحال هكا. شتي هانتوما واش تعرفوها خمرات؟ هانتوما شوف، دابا نقطعها بحال هكا يعني كرات فرديين. نمشيو على الطريقة تنكملو العجينة ديالنا. العجينة ديالنا قطعناها على شكل قبيزات صغار، غندهنوهم بزيت العود. غنجيو دابا غنديرو نورطوهم بهذا الشكل. طوماط سوفيز مقطعة، بصلة مقطعة ضواول، فلفلة حمراء، فلفلة خضراء، الزيتون كحال ولا خضر اللي عندك. المهم حنا غنجيو دابا غنتزين. نجيبو بصلة، حنا دابا كنزينو فيها وهي كتتخمر لينا. دابا غنبداو ندهنوهم بزيت العود من الفوق. دابا كنرشوهم بشويه ديال الاعشاب المنسمه، شويه السودانيه من الفوق. اللي بغى يديرها يديرها، ما بغاش يديرها ما ديرهاش. اللي عنده جنجلان يرشو بجنجلان، اللي بغى يدير الطوم يرش بالفرماج. المهم حنا عطيناكم غير الاساس لا باز، الواحد ينوع كيف ما بغى. دابا غندخل لاطا الفران. خبز الفوكاشيا هو خرجته من الفران، نسم بالاعشاب. صحتكم.